فلا يجوز الخروج على إمام المسلمين وجماعة المسلمين، وإن كان هناك أخطاء وتقصير، لكن الخروج وشق عصا الطاعة، تفريق الكلمة، سفك الدماء أشد من المخالفات التي قد تقع من ولي الأمر أو من بعض الرعية أو من المسؤولين، بحجة إن هذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، بل هذا هو المنكر نفسه. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كلامه: إن إنكار المنكر قد يكون منكرا، إنكار المنكر يكون منكرا إذا لم يكن على الطريقة الشرعية. مثل هذه المسألة، يشقون عصا الطاعة ويخرجون على جماعة المسلمين ويقولون: نحن نأمر بالمعروف ننهى عن المنكر، نحن نجاهد في سبيل الله. نقول: لا، هذا جهاد في سبيل الشيطان وليس جهادا في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله بجمع الكلمة والسمع والطاعة لولي أمر المسلمين، والجهاد معه تحت رايته، هذا هو الجهاد في سبيل الله. أما الخروج على ولي الأمر وعلى جماعة المسلمين فهذا هو المنكر نفسه. نعم، وهذا يحصل بسببه منكرات أشد من المنكر الذي تظنون أنكم ستزيلونه. فإنكار المنكر، الأمر بالمعروف نهي عن المنكر، أصل من أصول الإسلام، ولكن له ضوابط وله أحكام لا بد من التقيد بها، وإلا كان منكرا أشد من الذي يزعمون أنهم ينكرونه، فهم يأتون بمنكر أشد. نعم. ثم قال: قلت: فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة، هل ترى ذلك؟ مثل الخوارج، الخوارج ما ارتكبوا ما ارتكبوا إلا بحجة أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. خرجوا على علي رضي الله عنه وكفروه، كفروا الصحابة، حجة أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأن الصحابة مقصرون، وأنهم تاركون للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا مذهب الخوارج، ومذهب خوارج كل زمان بحسبه، هم على هذا المذهب. نعم، كل من خرج على جماعة المسلمين وإمام المسلمين بحجة أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فهو من الخوارج. نعم. ويتبعه على ذلك أناس فيخرج عن الجماعة على الجماعة، هل ترى ذلك؟ قال: لا. الإمام أبو حنيفة يقول: لا. هذا الإمام الجليل يقول: لا، إذا بلغ الإنكار إلى هذا الحد فلا يجوز، هذا يلزم عليه مفاسد أشد. وهذا قول الأئمة كلهم. نعم. قلت: ولما وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو فريضة واجبة؟ قال: هو كذلك، لكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون. ما يفسدون أكثر مما يصلحون، يفسدون المجتمع ويشقون عصا الطاعة ويسفكون الدماء وتصبح الأمور فوضى، هذا هو المنكر، هذا أشد من المنكر الذي أنكروه، لأنهم ليس عندهم فقه في دين الله عز وجل، ليس عندهم فقه في دين الله، ولا يفهمون كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نعم. قال: هو كذلك، لكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام. قال: وذكر الكلام في قتل الخوارج والبغاة إلى أن قال: الخوارج والبغاة، خوارج هم الذين يكفرون، يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم، والبغاة لا يكفرون ولكنهم يشقون عصا الطاعة، يشقون عصا الطاعة من غير تكفير، فهم أخف من البغاة من الخوارج. نعم.